بقاعدة التفاوض الطبيعي أو بقاعدة إنه هيك المنطق الأخلاقي، رح يستمروا يعني كل فريق بمرشحه على قاعدة إنه اثنيناتهم بيعرفوا إنه رئاسة الجمهورية بلبنان لا تشكل بهذا النوع من التحدي. نعم، يعني كل واحد قوى أوراقه لمرحلة التفاوض. أكيد أكيد مثل ما قال أمين عام حزب الله للمطران عبد الساتر عندما أوفده بطرك الراعي لعنده إنه أنا متمسك برئيس يحمي ظهر المقاومة، وهذا موضوع واسع، موضوع ظهر المقاومة يعني. نعم. بوقت تيار عم بقول تيار الوطن الحر وجبران بسين عم بقول أنه أي رئيس توافق بيجي مثلا نحن ما حنكون معه حامين ظهر المقاومة، إنما ما بدنا فرنجية. فريق الآخر كمان عم بقول نحن صار عندنا مرشح، بدنا أي واحد يعني نحكي معكم في هيدا أو غيره، بس تنقول ما بدنا سنمان فرنجية. رايحين على مرحلة تفاوض بس مش سريعة. مش سريعة شو يعني؟ لأنه سريعة كان في كلام عن أنه بيجي هلأ لودريان الجمعة في قمة بباريس بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس لقاء ماكرون. مش قمة، لقاء. نعم، أنه لقاء، ولكن من بعدها مباشرة بده يصير في نظر بالملف اللبناني على أساس أنه قد يكون قبل تموز، قبل نهاية تموز مبين شيء. عم تقول حضرتك مطولة. خلينا نقول في اهتمام خارجي بالشأن اللبناني، مش بالوتيرة اللي يعني مسؤولين معتبرين أنه في انشغال دولي فيهم. في متابعة يعني اليوم أكيد جاي لوديون بده بعد منا لوديون عم نحكي الأمور بعفويتها، بده يتواصل بعد منا حكما مع الإيرانيين، بده يتواصل مع السعوديين، مع القطريين، مع الأمريكيين، يعني كل واحد بده يحكي بالأزمة اللي هو لعب دور فيها. يعني رح يقول لهم الايرانيين ما فيكم حزب الله يستمر اذا في هذا الواقع من يعني الرفض لسليمان الفرنجيه، ورح يقول لهم لهوديك ما فيكم توصلوا بطريقه مثلا بهذه الطريقه، يعني ما في عندكم اصوات كافيه، رح يفوتوا بتسويات. هون بده يبلش يبحث على حدا جديد انه يوصلوا هن بهذا الظرف. مدام جرافين يصير تجربه السبعين اللي حكي عنها دكتور غسان سكيف صعب كثير بالعمل الديمقراطي السليمه ولازم تصير، بس اليوم ما بقى تصير بالواقع اللبناني. بالواقع هذا نوع، لانه في فريق بده يعطيها بعد ميسائي، يعني الطائفه الشيعيه بتقول انا ميسائيا مثلا بدي قاطع. هلا بعيدا عن كلام الضغوطات واذا في مصلحه وقديش بالمنطقه بجو هذا الهدوء المفخخ بين الايرانيين والسعوديين حدا بده يعني يشنج الوضع اكثر، يعني في حدود لكل سقف. من هون المنطقه رايحه على بدايه البحث بخيار ثالث، وكل فريق بعد عنده خيارات ثالثه، كل فريق عنده اسماء، كل فريق عنده يعني مواصفات. نعم. من هون رح تكون عمليه منا سريعه، بتقطع الصيف والشهرين منن كتار. يعني نحن اذا اليوم نحن يعني تموز اب ايلول يعني بتاخذ القصه شويه وقت، لانه كان في قبل موفد قطري. نعم. جاي بغطاء عربي. اليوم بعد ما ظهر دوره امتين بيجي او بيعمل اتصالات في الدور الامني عفوا العلني. يعني اللي اجى عمله الوزير الخليفي. نعم. وفي كان في حركه لمسؤولين يعني امنيين عملوا اتصالات. طيب. وطبعا كلهم بيقطعوا يعني باتجاه انه انتاج رئيس. فاذا بدنا ننطر التحرك كيف بده يكون، لانه كلهم عارفين انه البلد ما بيتحمل بقى الفراغ. نعم. اللي كان سابقا. طيب.